بنوت اللات سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حتكلم عن أفضل 5 أشياء أنا بحبها بحياتي عن طريق الأفلام، المسلسلات، أنواعهم، شو بحب، مين اللي أنا بحبهم. يلا حضروا البوب كورن، حضروا تشيبس، حضروا عصير. قبل تشوفوا الفيديو تصيروا نوتيلا من نوتيلاتي، بس اشتركوا بهذا الزر الأحمر، اضغطوا عليه وهيك تصيروا نوتيلا من نوتيلاتي. ويلا نبلش الفيديو مع بعض. أول فيلم بحبه أفريكانو لا أحمد السقا ومنى زكي. بحب هيك قصة أفلام إنها تبلش أول شيء بعداوة وبعدين يتحول لحب. عري المثل ما بحبة إلا بعد عداوة. فهيك أفلام أنا بحبها، منها رومانسية ومنها فيها هيك كوميدي. الفيلم الثاني اللي بحبه حافية على جسر من ذهب، برضو فيلم هو قديم لميرفت أمين وحسين فهمي. بحب هيك قصص مؤثرة جدا وكيف ضحت بحياتها وكيف ضحت لتنقذ حبيبها اللي هو حيكون زوجها. فهيك أفلام مؤثرة وإلها معنى. الفيلم اللي بعده هو الثالث بحبه نور عيني. كتير بحب هيك فيلم إنه كيف كانت عمياء وكيف إنه ما تخلى عنها وأثبت لحبه لإلها وكيف كان بيسندها. نادر إنه واحد يحب واحدة مثلاً في عندها عيب خلقي وإنه هو كيف شايف حاله، فإنه هيك قصة كتير كمان أثرت فيني. بحب صراحة فيلم أبو علي، كتير قصته هيك أثرت فيي، وأنا من عشاق منى زكي وكريم عبد العزيز، فكابل مثل هذول بفيلم مستحيل أرفضه. ممكن أقول تيتو لأحمد السقا وحنان ترك. كيف كان طفل ما عنده عيل للأسف، وكيف الشارع عمل فيه، وكيف بعديها لما حدا أخده وكيف صار، ما رح أخلص الفيلم يعني، بس إنه هيك قصص أنا بتأثر منها كتير وبحس إنه في ناس عن جد مظلومين حكم عليهم بحياة ما بدهم هاي الحياة وبيحاولوا يغيروها، ولكن للأسف بيكون it's too late. الفيلم الأكشن الثاني من 30 سنة برضو لأحمد السقا ومنى زكي. هدول صراحة أنا من عشاق هدول الممثلين الكابل أكتر شيء. الفيلم اللي بعده ما أعرف إذا هو أكشن أو كوميدي، بس هو حسيته أكشن يعني وكوميدي نفس الوقت، اللي هو البدلة لتامر حسني، اللي هو كان جديد من فترة بالسينما. كتير 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 حبيته. أكشنه على كوميديته على خفة دمه وعمل كتير طعم حلو لهذا الفيلم. الفيلم اللي بعده اللي حبيته كمان سالم بأخته لمحمد رجب وأيتن عامر. كثير حسيته مؤثر، أكشن تأثيره قوي جدا، إنه كيف بحكي المجتمع الفقير وكيف المجتمع الشعبي عايشين وكيف بتطوروا وشو بتعرضوا له. هذا الفيلم أنا صراحة كتير حبيته. وفيلم الأخير اللي حبيته ممكن تستغربه، هو قديم كتير بس حبيت الأكشن تبعه اللي هي الكوميدية، الحنفي أبها لعادل إمام. أكشنه كتير دمه ظريف ومنه من الأكشن المقرف. أنا في أكشنات معينة، في أكشن اللي هو القرف واللي هيك كتير ضرب وشي ما بحبه، بحب الأكشن اللي فيه كوميدي، الأكشن اللي فيه دمه خفيف. في مسلسل اسمه الحقيقة والسراب لفيفي عبده ومي عز الدين. هذا صراحة المسلسل كان كتير حلو، حبيت ظهور مي عز الدين فيه، كيف كانت شخصيتها كتير متحولة كتير حلو. وفيفي عبده كان دور الأم القوية وكيف كانت متسلطة على أبنائها. المسلسل الثاني عائلة الحاج متولي، نور الشريف الله يرحمه ونسوينه الأربعة. هاد المسلسل عمل ترندي بالعالم كله. المسلسل اللي بعده حبيته الأسطورة لمحمد رمضان. في هاي المسلسل اكتشفت محمد رمضان صراحة، ما كنت بتابع له قبل هيك وما كنت بعرفه، بس بهذا المسلسل اتأثرت في تمثيله كتير فحبيت صراحة المسلسل. المسلسل اللي بعده أين قلبي؟ لا يسرى، حبيت تمثيلها وكيف كانت الأم المثالية. وآخر مسلسل مصري حبيته الخطوط الحمراء أو خطوط حمراء لأحمد السقا، كتير حبيت ظهوره في مسلسل مصري مش بس سينما. هذا المسلسل صراحة أنا حبيته وكان بتكلم عن قصة كتير حلوة. أول واحد أشواك ناعمة، كتير حلو ببين لك كيف مشاكل البنات في المدارس، هم فعلا أشواك إنه مشاغبات وهيك شيء بس ناعمين يعني حرام إنه مظلومين. وأبناء القهر، أبناء القهر هذا عندي التوب التوب
التوب لقصي الخولي، وعرفته من هذا المسلسل صراحة وصرت أتابعه. وعصر الجنون كمان لقصي الخولي وباسل خياط الجزء الأول صراحة كتير 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 حبيته، إنه كيف توأم ضاع واحد منهم وكيف لقوه بعد عناء طويل عن طريق إنه كان علامة أو وحمة بظهره. كتير كتير حلو هذا المسلسل. المسلسل اللي بعده حبيته عشتار لأمل عرفة، كتير حلو كيف إنه الشهرة بتعمل، يعني مسلسل كتير كتير حلو. مسلسل الراية لكريس بشار كتير حبيته، بس في منه جزئين، أنا حبيت أكتر شيء الجزء الأول لإله. أول شيء حبيته سنوات الضياع، ومن هنيك بلشت صراحة أحضر مسلسلات تركية، وبعديها المد والجزر. المسلسل اللي بعده العشق الممنوع، طبعا مهند السمر كسروا الدنيا بقى بالقصدي اسميته فريحة، الجزء الأول صراحة كان بجنن. وآخر مسلسل حبيته اللي هو فاطمة جول أو فاطمة برضو لسمر أو بيرين ست اسمها بالتركي، كتير حبيت قصته إنه كيف بناقش حالات اغتصاب وهكذا. كورية، أنا من عشاق المسلسلات الكورية. قصة حب حزينة، ما تسألني من الممثلين، هحط لكم الصور. كتير كتير حبيته وكتير أثر فيني. بعده اسمه فتيان قبل ظهور الورود، أو لا فتيان قبل الورود أتوقع هيك اسمه. كتير حبيت هيك أربع شباب وبنت كورية فقيرة وهم كتير أغنياء، وبلشت مغامرات معهم وحب من طرف واحد وحب من طرفين، ووي كتير قصته حلوة. المسلسل الثالث حبيته لهذا الممثل، ما بعرف شو اسمه، أتوقع لي مين هو، أتوقع هيك اسمه الورث أو يعني اسمه هيو المسلسل. كتير حبيت قصته كيف هو كان ولد غير شرعي وكيف كان بيحاول يخلي حاله طرف من هاي العيلة وورثه كيف بيتأقلم مع الحياة. ومسلسل كمان حبيته اللي هو الشخص المثالي أو الشاب المثالي، فأنا ما بعرف أحكي لكم إياها أسميهم بالعربي، بس هذا البوست تبعه، هاي الصور اللي أنا حط لكم إياها، هاي الصور المسلسلات اللي أنا حبيتها، ففيكم أنتوا تعملوا بس سيرش بالجوجل وبتشوفوها. هذا المسلسل كمان حبيته كيف بنت عفشة بنت منستاي بتحب شاب بيرفكت جنتلمان شي وكيف بيصيروا مع بعض، فكتير حبيت هيك قصة. وفي مسلسل كمان ما بعرف اسمه، اتوقع القبلة الاولى او القبلة الاخيرة، لا حاجة القبلة المضحكة، ما بعرف، هاي هي صورة البوست. حبيت كمان كيف بنت مهووسة فيه اثناء المدرسة ومش شايفة حدا غيره، وهو كيف شايف حاله مغرور عليها وكيف بتحول بصير حب. انا حبيت هذا المسلسل. على كل انا هاي الاشياء اللي بحبها ولما بشوفهم بعض احضر ولا كانه اول مره ومنسجمه، ما بحب حدا يتكلم يعني انه اني اول مره بحضرهم. اذا انتم حابين تشوفوا هاي المسلسلات تابعوهم كتير حلوين، واللي بيعرفهم اوريدي اكتبوا تحت التعليقات، حاب اشوف لا يعني اتحمس هيك واو بتعرفوهم هيك شيء. وانا صراحه بقرا التعليقات دائما وبتشكركم من كل قلبي على التعليقات اللي بتجنن حبايبي، احلى عيله حبايبي مثل لا تسالوا. اذا بدكم جزء ثاني من هاي السلسله يعني بس يكون قسم اجنبي فقط، اكتبوا تحت بالتعليقات كمان لاشوف. ويا بيج لايك اذا حبيت الفيديو، وتسيروا مثل نوتيلاتي اشتركوا بالقناه. انا بحبكم كتير، بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.